السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في درمنا الصباحي. احنا كل يوم متعودين نروح مع عيالنا يرافقوننا ونوديهم إلى مدارسهم. كثير من الآباء يلزم نفسه أنه يروح يودي عياله للمدرسة، وكثير من الأخوات أيضا من الأمهات. فنبدأ يومنا مع أبنائنا، فإحنا نرافقهم إلى أن نصل إلى مصنع العلم تقدر تقول، وتروح مع ولدك توصله للمدرسة وتوصي بوصيتين حلوين وتنزله وفي حفظ الله إن شاء الله. فهذه من الدروب الجميلة احنا اشتقنا لها، خصوصا الناس اللي كبروا وعيالهم كبروا، فصار شيء من الماضي، لكن هي ذكريات ما تنسي أكيد. وهذه الذكريات تتجدد مع غيرنا، مع أبنائهم لما يكونون صغار في الابتدائية ويكبرون وهكذا. بهالطريقة أنا يعني في هالمدرسة خصوصا مدرسة طارق بن زياد عندهم بادرة طيبة وجميلة، فإن الولي الأمر يدخل المدرسة وينزل مع الطالب وينزله لين الصف. جميل حلو، يعني بادرة جميلة وفكرة رائعة صراحة. واليوم راح يكون معنا إن شاء الله أحد المدرسين المميزين لهم محبة في قلوب الطلاب اللي كانوا معاه. عنده أسلوب مميز في تحبيب الطفل المادة، خصوصا المادة العلمية ومادة الرياضيات، فكيف كان يحبب أبنائه وطلابه لهذه المادة. وخلينا نشوف تجربته في هذا المجال إن شاء الله. راح إن شاء الله أنزل أنا بعد قليل إلى هذه المدرسة ونستذكر أيامنا في السابق ونشوف هالمنظر الجميل والآباء هم يوصلون عيالهم للمدرسة، ونشوف إن شاء الله اللحظات الجميلة وأول الصباح الواحد يعني يصبح مع أبنائنا ويقومهم من النوم ويوصلهم هني ويرافقهم في هذا الدرب والمشوار الجميل اللي ما أتذكر أو ما في حد أظن ينساه يعني. فنتوكل على الله وننزل وخلنا نشوف. ما شاء الله هالمنظر الجميل خليني أتذكر أيام ما كنت في الابتدائية في مدرسة الخادم وليد، مدرسة الخليج، مدرسة الدوحة الإعدادية وأحمد بن حنبل. كانت المدارس بهالطريقة مثل حرف اليو، طابق أرضي وطابق أول، فالصفوف تكون مواجهة للحوش أو للخارج. نفس التصميم هذا، يعني كل واحد وهم في سنايني أكيد يتذكرون هاللحظات هذه. كنا يعني نحضر الطابور المدرسي، كان الطابور هنا في الساحة الخارجية، وهنا المنصة اللي راح تكون يعني أول الصباح. دائماً عندنا نبدأ يومنا بالطابور الصباحي، اللي بعض المدارس يقول لك اللي ما يحضر الطابور الصباحي كأنه ما حضر الحصة الأولى. فكنا نوقف هنا ويجي أستاذ الرياضة ويعطينا وبعض التمارين الرياضية في بداية اليوم. بعد ما يخلص وتبدأ الكلمات، قرآن كريم، أحاديث، بعض المعلومات، بعض الأشعار، بعض الأناشيد. وأنا كنت من ضمن الناس اللي دائما يعني أوقف في هذا المكان وتعلمت مواجهة الجمهور، ومن خلالها بعد ذلك دخلت عالم الإعلام مع شاشتنا الذهبية تلفزيون قطر. منظر جميل في أول الصباح، أولياء الأمور يجيبون عيالهم يرافقونهم يودونهم للفصل. ترى الطفل يستانس يفتخر أن أبوه وأمه يجيبونهم يرافقونهم للفصل. أنا أدري في ناس عندهم ظروف، عندهم شغل، عندهم التزامات، لكن في ناس حتى يعني ناس من علية القوم
من يعني او عندهم مناصب تلاقيه يحرص انه يوصل عياله للمدرسه. الله يرحمك يا ايوب، انا اتذكر ابوي كان يوصلني وهو اللي رجعني، ساعات صدق يتاخر لكن له لذه لما ابوك ها ايوب شو اخبارك؟ شلون الدراسه معك اول الصبح؟ ها ايوب ان شاء الله انت ابيك تركز في الصف، ابيك تحترم المدرس، ابيك ان شاء الله تتعلم اشياء جديده وهكذا تدش المدرسه وانت منشرح الصدر مقبل على هذا المكان. قبل ما كانت عندنا هاي الالعاب الالكترونيه تسحرنا، لا ننام مبكر ونقوم مبكر نصلي الفير نتريق ونجي هذا المكان. انا ما ابي يعني اتكلم وايد على اساس انا عندي ضيف بيرافقني ان شاء الله بعد قليل اللي هو الاستاذ محمد الجناحي، وراح نستفيد منه ان شاء الله ويعطينا بعض من اسلوبه وطريقته في التعامل مع الطلاب وكيف يحببهم للماده العلميه اللي كان يقدمها. فخلنا ننتظره ونشوف هالمنظر والاباء يدخلون عيالهم للصفوف. وفي اول الصباح اسمك بالخير اخوي خالد اليعقوب. خالد اليعقوب وجايب عيال من عيالك ذيلن الابطال؟ يعقوب. يعقوب وناصر. وناصر، يعقوب وناصر، تمام. شو اللي يخليك انت تجيب عيالك؟ ممكن يكون عندك سايق الصبح يجيبهم وخلاص وانت تروح دوامك. صحيح. شو اللذه اللي تحسها؟ انا بشوف شو عيالي من الصبح يقومون ويلبسون ويجهزون المدرسة. فهذه الأشياء بالنسبة لي مهمة، أوصلهم المدرسة، أشوف صفهم، أشوف الطلاب موجودين، أشوف أصدقائهم. بالنسبة لي شيء مهم أن أشوف وين مكانهم. جميل جميل. يشوفوني أنا أجيب. نعم، يعني فكرة أن يخلون ولي الأمر يدخل مع عياله ويدخلهم الصف، هذه فكرة جميلة صراحة ورائدة لهالمدرسة. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، كيف حالك؟ طال عمرك. بخير بخير، يعطيك العافية، نورتنا، بارك فيك حبيبي. شلونك؟ طيب إن شاء الله. الله يسلمك. بخير، سلمك. والله إحنا قاعد نشوف المناظر الجميلة هنا في الساحة، الآباء والأمهات يدخلون بعيالهم إلى الصف. أهمية إن الأبو يكون مع ولده، يعني أنت أوفر له طبعا المجال والوقت يعني في إنه يكون معاه مع عياله، وش الرسائل ممكن يعطيهم إياها يعني؟ طبعا يعني في البداية أول شيء أشكر كل الآباء اللي يجيبون عيالهم ويوصلهم للصف أو يوصلهم المدرسة الصبح، وهذا الشيء يعني مو متاح للجميع، ولكن اللي أتيحت له هذه الفرصة فهذا مشوار جدا رائع. ما في احلى انك تبدا يومك او ولدك يبدا يومك ويصبح بوجهك. هذا فيعني الكلام اللي في السياره او انه هو يشوف ان انت اللي قاعد توصلك يوم المدرسه وحرصك عليه في المدرسه كل يوم، هذا الشيء ما راح ينساه يعني، وراح تبقى ذكرياته نعم. معاها الى ان شاء الله لين ما يكبر. وطبعا الحمد لله طبيعه المدرسه تسمح ان الاولياء الامور عندنا يوصلون عيالهم للصف، ولكن بعد إيصال المدرسة والرسالة الصباحية في المدرسة وأذكار الصباح في السيارة وسماع برنامج كيف أصبحت وغيره في السيارة، هذا كله يعطي جو مع الأبو أو الأم وعيالهم ويبني علاقة. هذا جزء من تكوين علاقة سواء صحيح. كان هذا المشوار أو غيره من المشاوير. إيش قصة يعني بناء المدرسة بنفس التصميم القديم أيام؟ طبعاً كده رجعت ذكريات يعني. إيه أنا جيت على طول قاعد أتكلم عن مدرستي قبل كيف كانت والذكريات. طبعاً المدرسة لها كذا مبنى أو كذا قسم، هذا القسم تحديداً اللي هو في الصفوف اللي هو من صف الكيجي اللي نسميه التمهيدي الى الصف الخامس في هذا الصف الموجوده حولنا، خلينا يعني نمر عليها شيء. هذا المبنى او الجزء من المدرسه بني على نفس التصميم القديم بالضبط اللي بني عليه ايام في الستينات. في الستينات يعني هاي المدرسه كانت قديمه موجوده طارق بن زياد، ثم بعد ذلك بنيت نفس يعني هي طبعا حديث، هذا كل مبنى حديث بني مؤخرا، ولكنه بني على نفس التصميم القديم بتوصية من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد، لأنه درس في هذه المدرسة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. نعم. فالمبنى طبعا بإضافة الأشياء أو المعايير السلامة والمعايير التعليمية الحديثة اللي تناسب التعليم الحديث، ولكن كتصميم خارجي نفس المبنى القديم. جميل. أنت مدرس
كنت مدرس، بديت مدرس. اي بديت قبلها مهندس وصرت مدرس، وبعدها صرت مدرب للمدرسين، والحين الحمد لله المدير المساعد للمدرسة. مدير المساعد. شو اللي خلاك الحين اول شيء، خلينا نبدا من البدايه. اي نعم. انت كنت مهندس. نعم. وتعمل في مصنع، في شركه، المهم يعني تمارس يعني مهنتك العمليه هذه والعلميه. شو اللي خلاك تدخل في مهنه التدريس، هالمهنه الصعبه الكل قاعد يتشرد منها يعني، بحكم ما فيها من مسؤوليات كثيره يعني؟ هي اول شيء صعبه صح جدا، ولكنها في نفس الوقت ممتعه. انا بديت الحياه في الهندسه في قطاع الطاقه، واشتغلت في قطاع الطاقة تقريباً 4 سنوات. في الأربع سنوات هذه طبعاً الشركة اللي كنت أشتغل فيها كنت الحمد لله حظيت بفرصة رائعة أني أشتغل مع جنسيات مختلفة، تقريباً كان فيها 59 جنسية، فتعرفت على ثقافات كثيرة جداً، ويعني تبادلنا معاهم وايد من الأحاديث. واحدة من الأشياء اللي بديناها في الشركة أو في الدوام في الهندسة، إن واحد من الزملاء قال لي أنا صار لي 6 سنين في قطر ما أعرف أركب جملة عربية واحدة. فقلت له هذا خطأنا، وأنا إن شاء الله أبدأ أصلح معك هالشيء. فبديت معاه أعلمه اللي هو كتاب اللغة العربية من مركز فنار، أخذت منه تاريخ الإسلام، أخذت منه المنهج، وبديت معاه في تدريس اللغة العربية المستوى الأول. كنا أنا وهو شخص واحد. استأنس على الموضوع، والزملاء انتشر بينهم الخبر، فكل الزملاء الباقيين قالوا احنا بعدنا بنتعلم. فبدينا بديت بالشخص وانتهينا بثلاث مجموعات ما شاء الله. مجموعه طبعا كلمنا موارد بشريه، قلنا لهم نبي نخصص وقت داخل وقت الدوام، رحبوا بالفكره يعني واستانسوا عليها، وخصصنا نص ساعه يوميا. نعم. او 3 ايام في الاسبوع بدينا ندرس. هذا التدريس اللي كنت ادرسه للزملاء ونقل المعرفه من شخص الى اخر تشجعت انك تدش، يعطي متعه وشعور جميل جدا بالعطاء وبالرضا ويبني علاقة طيبة مع المعلم. نعم. ومع المتلقي. فبعدين في 2014 جات منظمة، طلعت منظمة أسستها سعادة الشيخ الهند بنت حمد الثاني، اسمها منظمة علم لأجل قطر. نعم. المنظمة هذه تتيح للناس اللي راغبين أنهم يخوضون تجربة التعليم ولكنهم ما دخلوا كلية التربية، أنهم يتدربون عن طريقهم وبعدين يتم يعني ضمهم للطاقم التعليمي في قطر. وانت تشجعت ودخلت؟ وانا تشجعت، دخلت في اول دفعه في المنظمه لسنه 2014، واخترت ماده الرياضيات لانها اقرب للتخصصي الهندسه، ولانها ماده جميله انا يعني احبها وهي مقربه الى جميل الى قلبي. فبديت هناك اول رحله في التعليم، وتم انتدابي يعني كنت منتدب عبر المنظمه، ودرست في مدرسه الاحنف بن قيس الاعداديه في الدفنة. وبدأت مرحلة الثامن اللي هو ثاني إعدادي، أول سنة درستهم ثاني إعدادي، وبعدها والسنة اللي بعدها الصف السابع اللي هو اللي نسميه إحنا أول إعدادي بالمسمى أو المسميين. نعم. ثم خلاص يعني دخلت في المعمعة. دخلت في المعمعة، خلينا نقول في المجال هذا الجديد. أيوة. واكتشفت يعني بديت اكتشف الطلاب واكتشف حياتهم وتفكيرهم واكتشف نظرتهم للرياضيات، وكان تحدي. وهذا التحدي الجميل اللي خذته انا، ان كانت الرياضيات تعتبر ولا زالت يمكن عند الكثير ماده دسمه شويه، دسمه ويسمونها ناشفه. لكن انا يعني استغربت من هذه التسميه، لان الرياضيات مرتبطه بكل شيء حولنا، يعني انت حياتك ترى في كل يوم لابد فيها يعني جزء من الرياضيات، سواء انت استخدمته صحيح او انت استفدت منه. جميل. فبديت هذا الطريقه في الفصل الثاني تقريبا، اني احبب الطلاب بالماده، اني اربط كل درس بواقعهم. صحيح. سواء في السوق اللي هو مثلا محلات الاغتار والاشياء المقربه اللي قريبه لهم. نعم. في عمرهم، سواء في سوق واقف، رحت صورت هناك مقاطع عن ربط الرياضيات بمحلات الذهب وغيرها من الاشياء اللي تحببهم. واحده ايضا من الاشياء اللي حببت الطلاب فيها بالرياضيات اللي هو استخدام الاهازيج، او خلينا نقول اناشيد والابيات الشعريه الفصيحه مع الطلاب، وبديت معاهم تجربه كانت جميلة، وبعدها يعني كبرت التجربة هذه وصارت يعني أشياء أكبر. والله في المقاطع أنا شفتها على اليوتيوب ما شاء الله مقاطع. نعم. جميلة، وراح نعرض إخوان المشاهدين إن شاء الله مقطع من هالمقاطع هذه المميزة. البشر ابتكروا أداة تعبير جميلة لهذا الشيء اسمها الزاوية. من
300 سنة قبل الميلاد إقليدس حط تعريف للزاوية اللي نشوفها، وقال إنها ميل أحد المستقيمين على الآخر بحيث إنهم يلتقون في الصبح كل مدرس مع طلابه فترة وصول الطلاب يحاول يزرع فيهم واحدة من المهارات الاجتماعية جميل وينمي فيهم العلاقة بينهم وبين الآخرين جميل خصوصا أن مثلا وحدة هذا الشهر هي وحدة علاقتنا مع الآخر أو نحن والآخر نعم نحن والآخر معناته أن احنا وأهلنا احنا وربعنا احنا والبلد اللي احنا فيه احنا والعالم جميل فناخذ فكره ندش في صف من الصفوف نشوف ايش عندهم اليوم اي بسم الله يا توكا حيا السلام عليكم ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم كم السلام ورحمه الله وبركاته ها شباب شو اخباركم طيبين يعني انتم يوميا عندكم حصه مدتها نص ساعة نسميها حلقة صباحية. حلقة صباحية. نعم. اليوم مثلاً والأستاذ الحلقة هذه أو المعلم المعلمة في الحلقة هذه لهم الاختيار إن يعطوا شو المهارة اللي يبغونها الطالب أو شو العاطفة اللي يبغون ينمونها في الطالب. نعم. اليوم مثلاً في المساء عندنا اجتماع أولياء أمور أو لقاء أولياء أمور نسميه لقاء العودة إلى المدارس. نعم. والأستاذ اليوم مثلاً طلب منهم إنهم يكتبون رسالة لأولياء أمورهم يصممونها بطريقة جميلة. يدعونهم فيها الحضور الى هذا الاجتماع طبعا الاولياء عندهم رساله الكترونيه او وصلتهم رساله الكترونيه ولكن ايضا تعزيز العلاقه بينهم وبين اولياء امورهم وانهم يكونون داعين لهم لمدرستهم لحضور هذه الفعاليه مين كتب الرساله اليوم حق تفضل ما عليه خلينا نشوفها ها بدا فيها وليحن يبي يكمل يعني هو بدا يكتب سطر الرساله وكتب أو حط فيها وبدأ فيها اللي هو إلى أمي وليح ما كمل ما كمل ما شاء الله هذه ما شاء الله ما شاء الله يعني هو هاي أنت راسم نفسك راسم نفسه وحق الوالد والوالدة إنه يحبهم وغمز غمزة هني بعد وغمز غمزة ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يحفظها ربي فهذه بداية الحلقة الصباحية وبعدين ما شاء الله الأستاذ يأخذهم في موضوع اللي هو درس اليوم عندنا في طارق بن زياد احنا نتبع منهج البكالوريا الدولية هو منهج شامل يدمج جميع المواد في بعضها فمدرس اللغة العربية يدمج المواضيع الوحدة ويدمج القيم ويدمج حتى الاجتماعيات وغيرها من المواد في نفس المادة شو ولدنا ودنا يعني ندردش معاه وندردش معاه استاذ شو اسمك يا بعد؟ جبر جبر بن علي المهندي جبر بن علي المهندي ما شاء الله جبر ما شاء الله بعد من الطلاب المتميزين ومتحدث بعد رائع نفسه مثل باقي الطلاب ما شاء الله ما شاء الله جبر شنو احلى شيء تتعلمه في الحلقه الصباحيه؟ من يجيب هاي الآية وبعدين تقرب منها النص وأنا كنت معروف خاصة في يوم الاعتكاف كنت معروف وايد كنت أدور الروم العنكبوت كذي فلكن صرت بس يعني أحب هاي اللغز اللي هي بعد الحلقة الصباحية أو اللغز النشاط اللي يعني في الحلقة الصباحية بارك الله فيك يحفظكم ربي إن شاء الله المفهوم الذي نتحدث عنه هو أسباب النزاعات وحل والطرق والاستراتيجيات التي نقوم بها في حل المشكلات فنشاهد هذا الفيديو أولاً ثم أرى أفكاركم على الورقة التي أمامكم حتى نتشاركها فيما بيننا أمام الطلاب المدرس هل يربي ويعلم ولا بس يعلم؟ أي نعم حداما كنا نسمع أو اسم وزارة في وزارة التربية التعليم والتعليم
فالتربية مرتبطة ارتباط يعني كامل بالتعليم، لأن الطالب ما راح يتلقى منك المعلومة لو ما بنيت معاه علاقة طيبة، وهذا جزء يعني رئيسي من التربية. والمعلم عموما يعني المعلمين ناس أفاضل وفيهم الخير، فهم عندهم أيضا يحملون قيم بالإضافة إلى المعرفة اللي يحملونها، فهذه القيم دائما هم أيضا يحرصون أنهم يوصلونها للطلاب، سواء كانت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. في البداية من ناحية القدوة، لما المعلم يكون قدوة فهو في النهاية ترى أضاف للعملية التربوية بعد إضافة كبيرة. يعني ما راح أجيب المعلم أو الطالب وبس أعلمه المعرفة منفصلة عن القيم والمبادئ والفضائل والسلوك الحسن. جميل. فأكيد يعني هم مرتبطين بشكل كبير ويتوصلون التربية. الحين دائما نقول حق المعلم سوق الفضيلة اللي تبي توصلها بأساليب مختلفة. شفت لما الشخص يسوق سلعة يبي يبيعها، أنت بتبيع الفضيلة هذه ببلاش طبعاً، لكن أنت بتبيعها على الطلاب، فأنت بتسوي بتستهدف بصره إذنه حواسه كلها أنك تعيش هذه الفضيلة وتزرعها. زين، خلينا ندخل في موضوع التعليم. هل هو التعليم يقع على عاتق المدرس فقط؟ التعليم، تعليم الطفل يقع على يعني هي عملية متكاملة بين المدرسة وبين البيت وبين المجتمع. يعني الطفل يتلقى من المعلم 5 ساعات أو من المعلم أو من المدرسة 5 ساعات في اليوم، ويتلقى من أولياء أموره أو الوالد الوالدة أو العائلة 5 ساعات في أخرى في اليوم، ويتلقى أيضا من الإعلام، يتلقى شيء كبير جدا من الإعلام. فهي عملية متكاملة ومهمة مشتركة ما بين عدة أجزاء من المجتمع أو من حياة الطفل. فإذا يعني ولي الأمر له دور في عملية التعليم بالنسبة ل يعني تعليم أبنائنا، والمدرس له دور وأدوار مكملة لبعض. ولي الأمر له دور، المدرسة لها دور، مراكز الشبابية لها دور، الوزارات لها دور، المؤسسات المؤسسات الخاصة في قطر لها دور، فكل حد له دور أو يقدر يضيف بصمة إيجابية، والحمد لله هاي اللي يستوي في المؤسسات. حتى مؤسسة قطر أيضا تحتها عدة مبادرات تدعم العملية التعليمية سواء كانت قيمية أو معرفية. ساعات تسأل الطلبة ها شو المدرس أو من المدرس المحبوب عندكم والأفضل عندك، فتلاقي يميز بعض المدرسين إن هم الأفضل. نعم. شو اللي يميز بعض المدرسين عن غيرهم؟ مع إن هذا يعلم وهذا يعلم. والله شوف يعني أنا أقدر أقول لك وايد أشياء. إيه. ولكن أقدر أختصرها بالمحبة والصدق. إيه. المعلم اللي والطلاب سبحان الله حساسين، يعني مشاعرهم حساسة تجاه مشاعر الآخرين. فلما يشوف إن المعلم هذا محب وصادق، ولو تسأل الحين طالب يقول من أحسن المعلم، يقول لك فلان. احنا ما نحب دائما نسال هالسؤال، ما نبي فاضل يعني زين، لان كلهم يعني لهم فضل، يعني معلمين فضلاء ولهم اساليبهم. ولكن تقول ليش فلان؟ يقول لانه يحبنا. هذا شلون استشعر الحب؟ وشلون استشعر هذا رغبه المعلم وشغفه وصدقه في تعليم الطالب؟ هذا الصدق والشغف والحب انعكس في كلامه، انعكس في نشاطه معاه، انشطته معاهم، انعكس في جهده في تحضير دروسه، والطلاب يلاحظون كل هاي. طبعاً هو كل معلم ورؤيته لصفه أو رؤيته لمهنته. في معلمين يعني أنا مثلاً مع الطلاب كنت أحاول أكسب الطلاب، يعني أسمع قلت لك الطالب راح يسمع منك المعرفة بعد ما تبني علاقتك معه بشكل كبير. وهذه الأشياء اللي الحين بذكرها هي تبني جو التدريس أو تبني جو المعلم الصحي اللي تخليه يدخل أكثر مع الطلاب، ما يشوف مهنته بس دخول صف وفقط إن دوره ينتهي عند الباب. لا، أنت كمعلم أنت أول شيء قدوة، أنت أول شيء محفز، ثاني شيء محفز. والطالب ما ينظر لك ترى كإنسان عادي، ينظر لك كأنت واحد يحاول صار إذا حبك يحاول إنه يعني إنه يرويك حياته يعني في مختلف أجزائها، سواء خارج المدرسة أو داخل المدرسة. فكنت أزور الطلاب في مبارياتهم داخل
دوري الصفوف، ازورهم في انديتهم، اجي اسالهم اي نادي واروح لهم افاجئهم في انديتهم اللي يدربون فيها سواء كره قدم، كره يد وغيرها، نزورهم في مناسباتهم اذا كان عندهم اعراس وافراح او حتى في احزانهم. اذا كان عندهم هوايات مثل الخيل، تربيه الخيول او الهوايات المتعلقه بالاشياء الفنيه وغيرها، نزورهم في اماكنهم هذه وفاجئهم اني انا جيت هناك. وهذا هذه الاشياء اللي مست فيها يعني بناء علاقه كبيره جدا مع الطالب. الطالب اصلا اي ثاني يوم بس ينطر انك تشوفه ويقول لك ويذكرك بانك بالحدث اللي صار امس، وانت بعد تشجعه وتقول حق الطلاب ترى انا شفت فلان ما شاء الله عليه في هوايته، فلان في ناديه وما شاء الله عليه متميز ومبدع، وتبني علاقه حتى مع المدرب اللي يدربه في النادي. يعني نقدر نقول هذا سر محبه الطلاب للاستاذ محمد الجناحي. واحده من الاسرار. واحده من الاسرار. عطنا بعد كشف لنا بعض الاسرار. اللي هو محاوله امتاع الطالب. انا دائما اقول حق حقنا ايامنا، يعني تتذكر يمكن الشطاره يمكن ايامنا كانت شوي هاي خلها بيني وبينك يعني. زين ما حد يشوف الحين ما شاء الله صح الطلاب يعني اركد، ولكنهم معرضين لكثير من خلينا نقول الاعمال الرائعه خارج اطار المدرسه. يعني الحين السلك الفني او السلك الترفيهي يتفنن في جذب اهتمام الطالب. فانت حتى كمعلم محبتهم لك تعتمد او لدرسك تعتمد ايش كثر انجذبتهم وايش كثر شدت انتباههم من اول دقيقه في الفصل. فانا دائما اقول لحق المعلم ان المعلم يدخل يعمل عرض مسرحي، والمعلم البارع هو معلم بارع، مش لانه يعني يمثل بغير صدق، لا هو من محبته لهم يمثل اهتمامه ويمثل تفاعله معاهم، يمثل تقديم الدرس بشكل غامض مثلا او بشكل محفز او بشكل مضحك او بشكل مسلي ويربط ويشجع. يعني المدرس مثلا اللي يرى طالب جايب نسبه حلوه او جايب عمل فني جميل والمدرس ما له بارض في ذاك اليوم، ترى اذا بيقول والله انا ما لي بارض ما اقدر اتفاعل معاه، ما راح يعني يتفاعل مع الطالب ولا راح يحبه. هو جاي لك الحين في لحظه يبي منك اهتمام، فحتى لو كنت انت في يعني اخفض حالاتك وكله وما رقدت طول الليل مثلا، تجي تقول له ما شاء الله ايش هالشغل الحلو هذا، انت رسمت هاي، انت فنان، انت كذا انت كذا، او مثلا انت تحفز الطالب، او الطالب مثلا ارتكب سلوك انت الحين تحتاج معاه الصرامه. في النهايه انت ما راح تشيل على الطالب او ما تاخذ الموضوع شخصي، لكن في النهايه لازم تعطيه بعد كبر تكبر حجم الموضوع هذا عشان ترشده للسلوك الحسن. نعم. ويتعلم معك السلوك، وهذا يحتاج الصفات اللي قاعد تكلم فيها يحتاجها حتى الوالدين يتعلمونها. يعني طبعا الولد يجيب شهاده يعني مستانس او مسوي شيء تشوف يبا ايش يا قواك الله، يا قواك الله، شو قواك الله، يبا عطى جو، عطى شوي حسسه انه هو يعني مستانس، يعني سبحان الله خرب فرحتي يا شيخ. الكبار يمكن تعرضوا لكثير من الاطراء، يعني انت ما شاء الله يمكن في حياتك وايد خلاص تعودت انه ما شاء الله عليك وكذا، الطالب هذا تو بادي حياته، تو بادي حياته 7 سنين 10 سنين للحين ما شاف شيء، قاعد يدور هذا الشيء عند الوالدين اول شيء. فانت لازم تعطيه يعني على القدر اللي هو جايبه. وفي المقابل لما يكون مثلا يعني درجاته متدنيه او سوى يعني سلوك غير طيب في المدرسه، يعني التوبيخ له حد مهما كان بعد. مو بالتوبيخ، احنا نحاول دائما، احنا ما نقول نوبخ، احنا نوجه. يعني احنا الطالب لما يغلط نقول له ترى هو قاعد يتعلم. الطالب قاعد يتعلم، يعني الطالب اللي عمره 10 سنين 14 سنه ترى للحين ما جرب، يعني ما جرب لك اول مره يعمل الخطا هذا. نعم. فهو مش في توبيخ، هو الحين في توجيه، في تعليم، في مناقشه، ايش سويت، ليش سويت هالشغل او هذا التصرف، هل تحس التصرف خطا، ليش تصرف خطا. نعم. هل هو صحيح، اذا قال صحيح طيب ليش صحيح، يعني ويمكن يعيده ترى ثاني يوم، لكن في النهايه قاعد يتعلم، قاعد يتعلم. يعني علاقه ولي الامر بالمدرس وبالمدرسه جدا مهمه. جدا مهمه. انا اللي عارفه انه بس مجرد انه يدفع له مبلغ، ولا هو مثلا يعني يلحق بمدرسه معينه. والله شوف يعني لو تدخل ولدك يعني اقوى جامعه في العالم وما راح يدخل، وهي مش مكينه يدخل ويطلع، لازم هو اجتهاد من الـ من من, الـ من البيت او اجتهاد من الطالب نفسه. العلاقه اللي دائما يطلبها مع المعلم ولي الامر هي علاقه صحيه، مو بعلاقه كلها ولدك ترى سوى كذا، ما يسمع صوت المدرسه
الا اذا كان في مشكله. لا يوصل يسمع صوت المدرسه او ما يجي الا ويبي يعني في مشكله ولده مشتكي او شلون سويتوا فيه متحامل. لا حاول ابي علاقه طيبه. في النهايه المدرسه هي نفسها نفس اي مكان ثاني قد يرد فيه التقصير، ولكن يعني فيها شيئين مختلفين عن باقي الاماكن، انها التقصير قد يكون في فلذة اكباد الناس. نعم. فالناس يجون متحاملين، لكن الشيء الثاني ان غالبا المعلم ما يقصد، مستحيل حد يقصد التقصير في طفل او في ولد صغير او في بنت صغيره، انه والله انا عمدت اني غلط فيه. لا، هو في النهايه انا انسان، والمعلم ايضا انسان، ولي امر انسان، وكل الجهات يشتغلون فيها بشر وارد فيهم القصور. فدائما نطلب العلاقه الصحيه اللي هي النصح والتعاون في شان هذا الطالب اللي قاعد كلنا نشتغل على تنميته. نعم. ونشتغل على يعني زرع مهاراته. مثل ما تكلمنا عن المدرس المحبوب، في مدرس ممكن ينفر الطالب من ماده معينه من كثر ما هو مثلا ما متقبله، او ما ادري هل هو الخطا الخلل من سلوك المعلم نفسه، تدريسه في خطا في 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 في, في الطريقه اللي قاعد يدرس فيها، فتلاقي الولد يكره مثلا ماده الرياضيات بسبه مدرس مثلا كان. ليش ايش الرياضه؟ شو يعني الرياضيات؟ هو من الرياضيات اكثر شيء. اقول الرياضه مثلا. هاي مستحيل مستحيل مطالب. هاي مادتك هذه. شوف، المعلم يتعامل مع 20 الى 30 طالب داخل الفصل، ويعمل ما بوسعه ان الطلاب كلهم يندمجون معه. لكن في النهايه الطلاب يختلفون. صح، كل طالب له مفتاح، ولكن المعلم قد لا ما يوصل مفتاح الطالب هذا. في النهايه حتى الانبياء اللي يعني اعطوا البلاغه وقمه الاخلاق ايضا كان لهم يعني ناس ما قبلوا رسالتهم. فالمعلم ما نقول ان الخطا، يعني هو قد يكون اسلوب هذا المعلم ما نفع مع الطالب الفلاني او الطالب الفلاني. ولذلك دائما نقول ان اذا شاف ولي الامر نفور من الطالب يقعد مع المعلم ويتناقش معه. يتناقش معاه شلون نقدر نحبب ولدنا في هذه الماده. انت ايش تعطيه في الصف؟ انا من خبرتي كولي امر والله اشوف ان ولدي يحب هذه الاشياء 1 2 3، ويقول له والله انا اشوف ان ولدك مثلا لاحظ عليه بعض الامور اللي ممكن بعد نشتغل عليها في البيت ونحببها فيها في البيت، فيكون التكامل. لكن باذن الله يعني ان شاء الله ما في معلمين يدخل وهو حانق على الطلاب، او انه يعني شايل في قلبه، ما حد يشيل في قلبه على هالقلوب الحلوه الصغيره. يعني هو صراحه يعني الواحد لو يتخيل وضعه مع عياله، تلاقي عنده 3 ولا 4 ولا 5 الله وهو مربيهم وفي تحت سقف واحد وفي تربيه وما قادر يسيطر عليهم. نعم. كيف مدرس يعني يشيل هم كم طالب؟ يعني كل صف يقول 30 25 25، يمكن ياخذ 3 صفوف. المساله ترى مو سهله. لا ابدا مو سهله. ايه. وهذا اللي ممكن يخلي بعض الـ يعني حتى شبابنا يعني صاروا يحجمون عن 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 ممارسه هذه المهنه بما فيها من صعوبه في التعامل مع الطلبه، ويشوفون ان هذا وايد شيء صعب فيحجمون عن هذا. واحنا عندنا في ديننا كل ما زادت صعوبه الشيء زاد شنو؟ قدر المشقه زاد الاجر. اي فيعني هذه الصعوبه والمشقه ومهنه الانبياء في ايصال الرساله وهذا التعامل مع الناس مع البشر ايضا له مردود كبير جدا. الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران فقط وعلمه. خيركم من تعلم القران وعلمه، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، واحده منهم علم ينتفع به. فهي في لها صح مشقتها كبيره، صعوبتها كبيره، ولكن المردود الاخروي والمردود القيمي والمعنى اللي حصل المعلم في هذا الطالب لما يعلمه ولما يشوفه قاعد يتغير قدامه السنه ورا الثانيه ورا الثالثه، ويمكن ما يشوفه احيانا انه يتغير، ولكن زرع فيه لما يغرس فيه كفايه لما يحببه اصلا في العلم في المعرفه لو كان اسلوبه جميل. هذا له اجر كبير. انت اثر تحطه في انسان يبقى معاك سنين. انا الحين مستعد اعطيك 10 اسامي المعلمين اللي علموني اللي كان لهم اثر في حياتي الى الان. اكيد كل واحد في حياته هذا اكيد في بعضهم راسخين في اذهاننا يعني.
جزاك الله خير أستاذ محمد. أنت طبعاً إحنا تكلمنا عن مهنة التدريس وأكيد هذه لها محفورة في ذهنك وهذه اللي هي يعني ميزتك صراحة وحببتك للطلبة والناس ما شاء الله دائماً يذكرونك بالخير. لكن الآن انتقلت إلى الإدارة، الإدارة المدرسية، بدنا شوي نتكلم عنها وتجربتك فيها. إن شاء الله عاد خلتنا السوالف والفرحة بشوفتك ونسينا قهويك ونضيفك. فحياك إن شاء الله نسولف عنها. نروح مكتبي كذا توكال. هذه قيم المدرسة وقيم البكالوريا الدولية، برنامج البكالوريا الدولية. طيب أستاذ محمد، يعني بعض الآباء تلاقي عيالهم شوية مو فالحين دراسيا نقدر نقول، فيضايقون يعني ويحسون ولدهم هذا خلاص ضاع وما راح يكون له مستقبل وقد يعني هذا الشيء يبين عليهم حتى في تعاملهم مع ابنائهم، يعني لما يتعامل مع ولده الشاطر تشوف اخوك وتشوف اختك وتشوف، فيصير في نوع من المقارنة وفي نفس الوقت الضغط النفسي عليه. ايوه، فكيف واحد يتصرف؟ هل هو خلاص انتهى به المطاف؟ اولا يعني اول شيء ارجع اقول ان يعني صعب تحكم على الولد او الانسان في بدايه عمره، هو في عمر التعلم، هو في عمر الحين النمو والتعلم. الشيء الثاني موضوع ان احنا نحكم على الطالب او نقيمه في جانب واحد فقط، هذا الموضوع خلاص الحين صار الطالب يقيم على يعني كثير من الامور، منها المهارات العلميه الصرفه، منها المهارات الاجتماعيه اللي يعني يتواصل معاها. لذلك احنا ما نبي الطالب فقط انه يركز على حل مسائل مثلا، لا، في النهايه انت حل جهات العمل او سوق العمل يبحث عن وشو؟ يبحث عن صفات قيادية في الطالب، يبحث عن صفات في الطالب تمكنه من التواصل، من التعبير، ومن التعلم الذاتي. وهذه يمكن أكبر يعني مهارة أو أحسن مهارة ممكن أعلمها للطالب، أن الطالب يقدر يتعلم بروحه. مو بشرط أن الطالب إذا والله ما فلح في أو ما جاب علامة كاملة أو عالية في مادة معينة أن معناتها أنه ما وقف في المطاف. لا، الطالب هذا، وانا الحين بقول لك معلومه اول مره اقولها يمكن في 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 الاعلام. نعم. انا اول سنه في الجامعه رسبت في اي ماده؟ سنه في الجامعه، اول سنه في الجامعه رياضيات. رياضيات وصلت بدرس، لان حتى رياضيات. انا ما كنت اعرف نفسي يعني في عدل في ذاك الوقت، ما كنت مكتشف نفسي، ما كنت مكتشف قدراتي في ذاك الوقت، وحبه مع حبه ومحاوله مع ثانيه، الحمد لله صرت مدرس. نعم. رياضيات الحمد لله وقدرت يعني، لانه هو احيانا يكون الخلل مو في تفكير الطالب او مش في مهاره فهمه، الخلل ممكن في الاسلوب اللي وصلت للمعلومه، في البناء اللي بني فيه الطالب، في البيئه اللي كوناها الطالب، في وايد امور تاثر ترى على دخول المعرفه ومفهوم المعرفه. نعم. في الطالب. جميل. لذلك دائما اقول ارجع اقول ان الطلاب يختلفون، مهاراتهم تختلف، كنت طالب صح ما يعرف او ما يحل مهارات علميه، ولكنه ما شاء الله يطلع تاجر عود. عنده مهارات تواصل تسويق وغيرها، او مثلا يطلع لاعب كوره محترف مثلا. مساله ان انا ما اخليه فقط يعني فقط دوام مدرسي، كثرنا دخل في النوادي، نوادي، اماكن ثقافيه، كثرنا التجارب وشوف هو وين يبدع وركز على ابداع دائما يعني. حتى والتكثير من التجارب. نعم. ما يعني اني انا بس كثرت تجارب في سنه واحده، ترى ممكن يتم 10 سنوات انا اعرض لي تجارب لين ما اعرف وين هو يحب او وين هو ذكائه ومهارته المتوفره فيه. نعم. تفضل حياك. هذا مكتبك. اي نعم. يا رب يسلمك. طيب استاذ محمد، أنا قبل ما ننتقل على الجانب الإداري، في ناحية من الشغلات اللي فعلاً يعني قد تشغل بعض الآباء، أنا ليش لازم ألجأ لمدرس خصوصي؟ يعني هل المدرس ما قاعد يدرس عدل؟ هل المنهج غلط؟ هل الخلل في وين؟ يعني هل أنا ما قاعد أدعم هذا التعليم وهذا اللي قاعد يعني ياخذه كل يوم بأن أنا مثلا راجع له ولا أنا علمه؟ شو المشكلة؟ يعني قبل ما كان نحتاج الشيء هذا. أنا دائما سألت سؤال، أنا ليش لازم؟ هو مو بلازم، لكن أنا توجيهي لأولياء الأمور صراحة أنه يبدون مع الطفل من هو صغير، يتابعونه من هو
في التمهيدي وحتى في الحضانه، شيء ايش قاعد يتعلم وشلون قاعد يبني معرفته. المتابعه مهمه عشان ما يوصل الطالب الى مرحله وهو ما مدارك المعرفه اللي لازم يكون محصلها لحد الحين، او المهارات اللي لازم يكون محصلها في الوقت الحالي. فهو المتابعه اول باول، والتدريس او تعليم الطالب المهارات الرئيسيه اولا باول، هذا تخلي الطالب عنده ملكه ان اول شيء تكسبه ثقه، وعنده تخلي عنده ملكه ان يقدر يدرس بروحه. احلى شيء او اقوى شيء او افضل خدمه تقدمها لولدك او بنتك ان تعلمهم ان يتعلمون بروحهم. التعلم الذاتي لو وصلوا لهذه المرحله فانت لا تحتاج مدرس خصوصي، ولا تدفع حق مدرس خصوصي، ولا تودي المشوار، لان الحين كل العلم موجود وين؟ موجود في اليوتيوب، يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في النت موجود وبكل الشروحات، والشروحات اللي ما تناسب الطفل بتحصل شرح غيره يناسب الطفل هذا، والتنوع موجود وكبير وبكل اللغات وبكل اللهجات حتى. نعم. فالطالب شو يحتاج؟ يحتاج مهاره انه يصبر على التعلم ويدور المعرفه بروحه، يكون مطلع، عنده التساؤل والاطلاع، وهذا يبدا من الصغر، ويبدا بإكساب الطالب الثقه. يعني دائما اقول مهاره الكتابه والقراءه، تحاول في سنوات مبكره جدا تمكنه من هذه المهاره عشان يكسب الثقه انه يعرف يقرا ويعرف يكتب ويعرف يبحث ويعرف يتفاعل مع المدرس ويتفاعل مع الزملاء ويتفاعل مع البيئه المدرسيه ويتفاعل مع البرامج والانشطه اللاصفيه اللي ممكن يشارك فيها. واذا وصل صف رابع خامس تبدا ايش؟ تعطيه بس توجيه، افتح واجباتك تشوفها، اذا قال لك وين الجواب تقول له افتح كتاب. افتح الكتاب. ما قعدنا وياهم هو راح ينشغل ينشغل اذا ما قعدنا وياه، ما تميت وياه طول الوقت اقعد معاه، لكن لا تجاوب، اقعد معاه قول له دور المعلومه، يسالك شنو جواب السؤال، قول له افتح الكتاب، علمه على التقويم، على فهرس الكتاب، يعرف وين وشلون يدور وشلون يعرف الدرس هذا اي صفحه موجود، وشلون لما يفتح ايش يقرا عشان يحصل المعلومه هذه. علمه اذا سال سؤال، انت الحين بيسالك سؤال مثلا، بابا ليش هالشيء يستوي او شلون هالشيء يستوي، اعطيه جوجل، يقول له اكتب سؤالك، شلون بتسال؟ اكتب سؤالك، اقرا. نعم. وبعدين تناقش معاه في الـ في الـ في, الـ في الجواب، قول له اقرا لي ايش كان مكتوب؟ ها معناته هذا الشيء، الاضاءه هذه اشتغل بهالطريقه، الشارع يبنى بهذه الطريقه، يكون عنده حاجز او يكسر عنده حاجز السؤال عن او البحث عن المعلومه. بعدها لو اكتسب هذه المهاره بيوصل اعدادي يقدر يدرس بروحه، بيكون عنده ثقه يدرس بروحه، الثانوي، والاهم من هاي الجامعه ما في خلاص. ما راح يلقمون المعرفه ابدا، الجامعه تعتمد بشكل كبير على اداء الطالب ومهارته في البحث والاطلاع والدراسه والتعلم الذاتي. نعم. جزاك الله خير. ننتقل الى وظيفتك الان كاداري. الاداره المدرسيه طبعا تختلف عن الاداره في اداره خدميه ولا في شركه ولا صحيح. في اي مكان. يعني شو تميز هذه الاداره وكيف يكون هذا الاداري ناجح؟ الاداره عموما ادارات المدارس، وطبعا انا جديد على هذا الحق، الوكيل في مدراء يعني عندهم خبرات طويله جدا واستقدام منهم. الإدارة في هذا الوقت أو في المدرسة، سواء الإدارة أو الطاقم التعليمي أو الطاقم الإداري، كلهم يعملون لمصلحة الطالب. يعني تركيزهم على شو الشيء اللي راح يفيد الطالب ويفيده بتجربة تعليمية مميزة. الإدارة تتعامل أيضا، الحلو في الإدارة المدرسية، أنا دائما أقول الناس الحين يسألوني شلون الحياة الجديدة، شلون الدوام في المدرسة، أقول لهم حياة الدوام في المدرسة حياة. أنت تشوف الطالب وتشوف ولي الأمر وتشوف المعلم وتشوف الأقسام كلها اللي تتعامل مع الطالب هذا وتتابع مواضيعه وتتواصل معاهم بشكل كبير جدا، وتحاول توفر بيئة مثالية، بيئة إيجابية، بيئة جميلة. عندنا عبارة تعلمتها من إدارة المدرسة، عندنا تقول المعلم السعيد يساوي طالب سعيد. فأنت بعد كإداري تحاول ما يعني تريح المعلم وتعطيه البيئة المريحة اللي من خلالها يقدر يمارس وظيفته ورسالته
مع الطلاب. فالناس ما قلت لك هي حياة مختلفة تماما عن التدريس، ولكن أنا دائما أقول يعني يعطيهم العافية مدرسينهم على يعني ثغر كبير جدا، وأنا كنت مدرس بعد على وعي بصعوبة المهنة اللي يقومون فيها ورسالتها، وإحنا هنا كإدارة في خدمة المدرسة وفي خدمة الطلاب والمعلمين، وكل شيء يصب في مصلحة سير العملية التعليمية. شلون أو شو تنصح الإدارة الجديدة؟ أنا أنصح أي واحد موظف في وظيفة جديدة أنه ما يتردد في التعلم. أول ما تبدأ تمسك سواء كنت معلم جديد أو إدارة جديد أو موظف في أي جهة، اسأل. ابدأ اسأل، لا تي كأن أنت يعني عندك الموهبة وعندك الملكة، ما حد ولده هو متعلم. تسأل وتستفيد من الخبرات، نستفيد دائما من الإدارة المدرسية الموجودة، نطلب الدعم دائما في أي تحدي واجهنا، على طول اتجه لأهل الخبرة في الإدارة واسألهم شو الموقف هذا، شو يستدعي أي تصرف أي قرار وغيره. وما ننسى يعني نشكر حكومتنا وبلادنا العزيزة قطر على دعمها اللامحدود في التعليم. يعني ما شاء الله تشوف الحمد لله اللي قاعد يستوي في حركة تعليمية في قطر، سواء في من المراحل المبكرة اللي هو اللي قبل التمهيدي، الحضانة والروض والابتدائية والسنوات المبكرة إلى الجامعات، حركة كبيرة جدا واستثمار عظيم جدا في الإنسان. وبدون هذا الدعم من الحكومة ومن الجهات الحكومية وحتى المؤسسات الخاصة، ما كانت بتستوي هذه الرحلة اللي أنا أخذتها. يعني أنا الحمد لله بإنشاء منظمة ناس علمي أجل قطر استطعت أني أخوض تجربة التعليم، بتعاون الوزارة أو بالتعاون مع الوزارة استطعت أني أدرس مدارس حكومية، بدعم مؤسسة قطر استطعت أني أكون معلم في مدرسة أو إداري في مدرسة طارق بن زياد. فهذه المبادرات والتوجهات التعليمية تدفع الشباب أنهم يتوجهون لهذه التوجهات بشكل مناسب وبشكل مثالي يدعم مسيرتهم في هذا المجال. الأستاذ محمد الجناحي جزاك الله خير، رافقتنا في هذا الدرب الجميل، نورتنا وشرفنا. الله يحييك، جزاكم الله خير. إذا أيها الأحبة، وصلنا لختام هذا الدرب. ما ننسى أن ندعي حق معلمينا اللي علمونا، ربونا أيضا في نفس الوقت، ذكريات جميلة وطيبة. ويعني نشد على أيدي كل المعلمين والمدرسين على ما يقومون به من جهد، من صبر على أبنائنا، والله يأجركم خير ويحفظكم إن شاء الله، وأنتوا حاملين أمانة كبيرة وأنتوا إن شاء الله قدها. بارك الله فيكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.